السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله أوقاتكم بكل خير. من مربط البراء في المدينة المنورة، من أجمل المرابط في المدينة المنورة وأقربها، الموقع قبيل النور مول يمين آخر الشارع بعد أرياف طيبة، توصلوا الأجمل مربط في المدينة المنورة. المربط طبعا نسائي ما عدا العوائل يوم الأحد. ما شاء الله تبارك الله. أول ما ندخل نشوف جلسات الكوفي، شايفين أول ما ندخل جلسات الكوفي، هنا الكوفي إن شاء الله قريبا الافتتاح، هنا الإدارة، هنا مكتب المدربات زي ما شايفين، هنا البادو وكل مضمار الخيل. طبعا الاسطبل نسائي 100% ما عدا السبت، يوم الأحد فقط اللي يوم مفتوح للعوائل. ما شاء الله تبارك الله. والاسطبلات أهم شيء النظافة، وهنا أبو النظافة ما شاء الله. والمدربات متمكنين، والخيول الموجودة إنجليزية وعربية ما شاء الله تبارك. طبعا الدوامات من بعد صلاة العصر 4 عصرا ألين الساعة 11. طبعا نحن زي ما تشايفين جينا بعد الساعة 11 مع المدرب، هنا مدرب الخيول، بعدين نصور لكم وراح ننزل لكم التخفيضات والأسعار الجميلة. يا شباب ما شاء الله تخيلوا، طبعا أول ما فكيت الباب البراد ما شاء الله، يعني اللي تيجي ومعاها أبنائها، شايفين الحضانة، حط ابنك هنا، بنتك ولدك هنا، وهم في الخارج. اخوي نادر سناب الرايد طبعا غني عن التعريف ما شاء الله تبارك الله حبيبي، الله يسلمك. ايش رايك بالله بالاسطبل؟ والله ما شاء الله المربط 5 نجوم، يعني ما عمرنا دخلنا، شوف مجهز ما شاء الله، تحط بزورك تروح تاخذ الحصص ما شاء الله، وتخرج تاخذ طفلها، كلهم استمتعوا على البيت. ما يحتاج، هذا بتتروش هنا تتروش في حمامات وفي دواليب، يلا يلا دحين نشوف في كل شيء ما شاء الله. يا سلام جهز وارفع الشاشه سناب اخوي نادر، كلكم راح تستمتعوا على فكره. الله يسلمك. اخوان استمتاع ونظافة ما شاء الله، ويطرح البركة. والاسعار لا تفوتكم، وجايب لكم خصم كمان. نشوف البايكات ما شاء الله، رب يطرح البركة. وهنا ايش تورينا اخوي نادر؟ تعال 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 تعال، يلا يلا. ايش فيه؟ اول شيء يا حبيبي هذه الدواليب لكل فاسة مختص، تفتحها معاها تحط اغراضها وتيجي يا حبيبي تقفلها وتمشي. خلاص عندك مويه 24 ساعة لوجه الله تعالى بالمجان؟ مجان يا سلام، كتب الله اجرهم. لسه ما خلصنا. شوف تعرف الحريم يبغوا احيانا عندهم رحم مناسبة، يقدروا من هنا يروحوا على المناسبة، من هنا يتغير وتلبس وتطلع من المربط على القصر كمان. ايوه خلاص. ايش عندك؟ هاني زي ما انت شايف المغاسل هذه، عزك الله شايفها، هذه اول مره نشوفها، هذه للرجول بس للرجول بس. هذه شغل هنا الاستحمام، يلا افتح. هنا المروش، بالله شوف يا رجل. لا لا والله شغل نظيف. نظيف ولا مو نظيف؟ والله شغل نظيف. يعني تقدر من هنا من جد خلاص على المناسبة على طول تغير، تخلص التمرين تطلع. شوف تحت الاستشوار وشغل، شايفين؟ يا ابوي حتى الروج جيبه معاه مرة. ايوه لا كده تهيل. الله يسعدك يا رب، جيب العلبة معاك خلاص. ايوه مناديل معقمة معطرة ما شاء الله سلام. العدد متوفر، هي كم مروش هنا وجلسة جلسة بعد التمرين تغير. يا شيخ يا شيخ شغل. انا عدت شعر بسرعه، عدت شعر ناس
سلام، هذا المنظر الليلي، شايفين كيف؟ يا اخوان هذا الجمال، انت في الطبل ما شاء الله تبارك الله، والكوفي قدامك قبل ما يبدا ان شاء الله، وينتهي كذا اسبوعين كذا يكون جاهز ان شاء الله. اخوان طبعا الكوفي اسمه صهوة، بالنسبة ان شاء الله قلت لكم وقت الافتتاح بعد اسبوعين ثلاثة اسابيع راح يكون المنظر العام. اخوي نادر كيف النظام؟ النظام يا حبيبي بعد ما يخلصوا حصص وتمرين وهذا راح يستمر الكوفي ده لين الساعة 3 في الليل. لين 3 بالليل؟ جلسات بالاجواء هذه اللي انت شايفها. يا سلام، هنا الجلسات. هي صهوة، هذا اسم الكوفي. هذا الكوفي صهوة. والاطلال هنا شايفين جبل احد بالله. يا سلام. الموقع فين؟ خلف النور مول. تمام. ارياف طيبه. ايوه. ثاني بوابه على الدك اليمين. على طول تشوفوا. أيوه. هذا الجمال كله. دحين احط لكم الارقام والخصومات. أيوه. تستاهل متابعيني والله. تستاهل. بندخل الاداره عشان نجيب لكم الاسعار. تازين. ان شاء الله الخيول والشغل الزين. يلا يا مدير ادينا الاسعار. مجاني مرضى التوحد؟ مجاني. يا سلام ما شاء الله. طبعا اصغر جوكي في المربى ما شاء الله. ما شاء الله. انت تدرب خيل وايش كمان؟ ادرب خيل ومروض كلاب. مروض كلاب؟ ما شاء الله. اسود؟ ما تمزح عادي. يعطيك الف عافيه. طبعا شفتوا المربط بالكامل، لكن لازم ما ننساكم اخوي نادر حبيبي. ايش تبى تقدم للمتابعين؟ يستاهل وجود. بجهز لك 5 كوبونات. تمام تمام للمتابعين. سوي سحبك، ضبط امورك، يجي بالكوبون ده ياخذ في المضمار الحر هذا. ايه؟ ثلث ساعه فري. يا كوبون يعني خلاص انا اسوي بطريقتي. سوي بطريقتك ونزل متابعينك. يا سلام والله يستاهل. متابعيني برضو ليهم زيهم يعني. يعني يا اخوان روحوا له والله. شكله مظبطه مسكه مدين 5 شكله عنده 20. طيب يستاهلك الطيب. شايفين يلا راح اسوي لكم السحب، بس خلنا اوصل البيت اشوف كيف الطريقه.